يا كابتن حشيش، شكرا جزيلا يا كابتن حشيش. انا هاخد من كلام حضرتك وهقفل الصفحه دي تماما، ومن دلوقتي يا جماعه احنا مش هنفكر في اي شيء الا شيء واحد فقط. احنا في قناه النادي الاهلي بننتقد اللاعبين، بننتقد الجهاز الفني، لان ده حق للاعبين او حق يعني لحضراتكم ان انتم تعرفوا كل حاجه من داخل شاشه قناه النادي الاهلي. ولكن من دلوقتي بقى لغايه يوم السبت القادم احنا لن نفكر في شيء اخر، او لن نفكر في شيء الا شيء واحد فقط، زي ما الكابتن حشيش قال وزي ما الكابتن عادل والكابتن اسامه والكابتن بلال. احنا مكملين مع حضراتكم، وهنفضل واقفين خلف فريقنا، هنفضل واقفين خلف لاعبتنا، هنفضل واقفين خلف جمهورنا اللي هيقف معانا خلال المباراه القادمه. لان احنا الحقيقه مهما الواحد هيقول لن يستطيع ان يعبر عما بداخله، مهما قلنا ومهما كابتن عادل قال ومهما كابتن اسامه قال ومهما كابتن بلال قال، محدش هيقدر يعبر عن اللي جوانا. انتوا مش متخيلين المنظر واحنا قاعدين عاملين ازاي. فكل اللي احنا عايزينه ان احنا مش عايزين بقى هنقفل الموضوع ده دلوقتي، وهنتكلم عن القادم، هنتكلم في الاخطاء الفنيه دلوقتي مع كباتننا، وهنتكلم في كل شيء. ولكن من فضل حضراتكم ال1% المتبقي، وانا مش هدي امل اكتر من كده الحقيقه، علشان برضو الناس هنا لازم تبقى عارفه، او جمهور النادي الاهلي، عندنا الامل الوحيد اللي فاضل لنا هو جمهور النادي الاهلي. عندنا الامل الوحيد اللي فاضل لنا يوم 13 ابريل ان يمتلئ الاستاد اللي احنا هنلعب عليه بالكامل عن اخره، ويكون كل جمهور النادي الاهلي ويقف خلف فريقه من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه كالعاده. يعني هو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي احنا هنشوفه. والقادم مش بطولة افريقيا بس، بالمناسبة احنا دلوقتي بنتكلم عن البطولة الافريقية، لكن عندنا دوري، وعندنا كاس مصر، وعندنا سوبر مصري، عندنا مباريات كثيرة جدا جدا جدا. ولكن احنا كل الكلام اللي بنتكلمه دلوقتي، 95 دقيقة اللي احنا شفناهم النهاردة، يجب ان يكون هناك حساب لل 95 دقيقة دول. ما ينفعش ان انت تطلع تقول اللعيبة دي أفضل لعيبة، اللعيبة دي أحسن لعيبة، اللعيبة دي، لا، ما ينفعش نقول الكلام ده. الكلام ده مش هيحصل، الكلام ده لن يحدث على شاشة قناة النادي الأهلي. احنا هنقول الحقيقة اللي احنا شايفينها، وبنقول اللي احنا شايفينه بالفعل، ومحدش بيقول لنا، محدش بيراجعنا في الكلام، لكن احنا بنقول اللي احنا شايفينه، وبنقول كل واحد بيقول وجهة نظره. بالمناسبة احنا ولا اتفقنا ولا قلنا هنقول ايه ولا اي شيء، كل واحد في حضراتكم شايفينهم، كابتن عادل، كابتن بلال، كابتن أسامة، بيقول وجهة نظره كأهلاوي. الناس كلها عارفه قد ايه الناس دي بتحب النادي الاهلي، قد ايه بتحب لعيبه النادي الاهلي، قد ايه الناس دي ممكن تعيط عشان خاطر النادي الاهلي. ولكن لازم اللعيبه تبقى عارفه الكلام ده، لازم اللعيبه تبقى عارفه ان كل الناس مستنياها يوم 13 ابريل تشوف هتعملوا ايه. لكن ان احنا نضيع كل حاجه بهذا الشكل وبهذا المنظر، اعتقد ان الموضوع غير كده تماما. يعني كابتن عادل، خلينا